عليكم متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم غيكون لقاء ثقافي محض، معنا ناقد وروائي. معنا اليوم السي سعيد الشفاج اللي غادي يحدثنا على الفوز ديالو والتتويج ديالو بجائزه المقرب في السعوديه، لانه مثل المغرب في السعوديه بالروايه ديالو الرماد السفلي. اهلا بك السي سعيد. شكرا شيماء. سي سعيد، في الاول نبغيو نهنئوك على التتويج ديال الروايه ديالك الرماد السفلي بجائزه بالسعوديه، يعني انت مثلتي المغرب في السعوديه وحصلتي على جائزه المقرب. فقبل ما ندخلوا للجائزه ونعرفوا الحيثيات ديال هذا الفوز ديالك، فبغيناك تقرب وتعطي نبذه عليك لجمهور انفاس. نعم، سعيد شفاج هو ناقد وكاتب روائي تقريبا لديه اهتمام كبير بالشأن الثقافي في المغرب منذ سنوات، فاعل في الشأن الثقافي، مهتم بالكتابة والأدب والفن بشكل عام. لدي مجموعة من المؤلفات، يعني تقريبا منذ سنة 1997 كأول يعني ديوان شعر مشترك مع سيمون الباهي ومع الأخ محمد نجاح مقعبات، وتوالت الكتابات من ضمنها السيرة الروائية درب ناقيز، ثم عشق الأميرات، ثم الاهتمام بالشأن يعني النقدي، مجموعة من المقالات في عدة جرائد أو يعني المجلات بالمغرب وبالعالم العربي. المؤلف آخر مؤلف هو صدر نيت بديار السعودية عن دار الفردوس، وكان هو دراسة للشعر النبطي، وهو يعتبر أول دراسة مغربية للشعر النبطي، يعني هو الشعر الشعبي مشهور في الخارج العربي. والكتاب بعنوان جمال الشعري لدى عبد الله عيسى البطيان، هذا كان آخر إصدار. قريبا سيصدر دراسة كتاب نقدي في مجال السينما والرواية، لن أعلن الاسم الآن حتى يكون مفاجأة إن شاء الله يكون عندنا السبق الصحفي إن شاء الله. وما ننساوش أنك حتى رجل تعليم. أكيد، يعني الآن اهتمامي، أنا بديت كمدرس وأحب هذه المهنة لأنها مهنة تكون الأجيال وتجعلك قريبا من الإنسان كإنسان. والآن أمارس الإدارة التربوية في مؤسسة خاصة، ورغم مشاق ومتاعب الإدارة التربوية لكني سعيد بعملي. فهي وظيفة اللي صراحة هي اللي كتحدد مستقبل ديال الشعوب. تمام. فهذا علاش احنا دائما كنحاولوا أننا نكبروا بالرجال التعليم، وبطبيعة الحال أنت منهم. شكرا. فالآن غنمشيو الجائزة، فهذه الجائزة، نعم، هذا الإنجاز اللي حققتيه في السعودية، فحدثنا عليه، كيفاش تم الأمر، كيفاش دخلتي في هذه المسابقة، فعرفنا أكثر وقربنا أكثر من هذه التجربة اللي أختي. تماما، يعني بغض النظر على الجائزة، أود أن أشير إلى مسألة مهمة، هو أن هذه أناقشها بشكل عام في الملتقيات وفي ما أكتبه، هذه على أن الجوائز لا تصنع كتابا، بمعنى أن بقدر ما أنا مسرور بحصول الرماد السفلي، أنا أعتبر الرماد السفلي هي منتج مغربي محض، لأنها رواية تتحدث عن المغرب في عمقه وفي علاقته بالشرق والغرب معا، يعني رواية يعني تجاوزت الحدود المغربية ووصلت إلى الشرق، يعني فيها فصول تتكلم عن مدن الشرق خاصة القاهرة، وهناك فصل آخر يتحدث عن لندن، وهناك علائق مترابطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن حاولت أن تكون رواية عالمية، يعني الرواية ديالك غتشوب بالقارئ بزاف ديال البقاع ديال العالم. تماما، لأن الإنسان هو الإنسان، سواء كان في الشرق أو الغرب أو في القطب الجنوبي أو شرق، الإنسان هو الإنسان. إذن فحصولي على الجائزة هو تتويج لجيل، كما أنا أعبر هذا لأصدقائي، هو جيل الذي أمثله أنا، هو تتويج لهذا الجيل الذي تعلم من لا شيء، يعني استطاع أن يفرض ذاته في الصحافة والكتابة والإعلام وفي عدة مجالات من لا شيء، يعني بتضحيات شخصية وبصبر يعني كما نقول دائما نحفر بأظافرنا على الصخر. هذا الجيل الذي أظن أنه يستمع لي، الجيل اللي كيعرف قيمة الثقافة وقيمة الكتاب. أكيد، اللي فقدناها دابا. أنا أعتبر أنه نحن جيل الديناصورات، يعني أوشكتوا على النقيرات. أوشكنا على النقيرات.
بحكم أن الثقافة والفكر الآن أصبحت في محطة أخرى وسنتكلم إن شاء الله على هذه النقطة هذه بالأساس، ربما عددتي أسئلة في هذا الباب هذا. إذن فجائزة بنو المقرب بمدينة الدمام السعودية في دورتها الثانية، يعني التنظيم أنا يعني كما كالجوائز بكامل، يعني كتوضع العمل ديالك، وهناك لجان تشرف على لجان الانتقاء ولجان القراءة إلى آخره، تشرف على قراءة كل الأعمال 19 دولة عربية، ما يناهز 109 ديال المشاركات في العالم العربي بما فيهم مشاركة واحدة بتركيا، بمعنى أن الاسم بطبيعة الحال يحذف من هذا معروف الجوائز الجوائز المعترف به، يتعاملون مع الكتاب، يتعاملون مع الكتاب مع العنوان، أما صاحب النص هو مجهول إلى حين الكشف على نهاية الكشف عن الفائز. هذا التقليد للجوائز الكبرى في العالم يعني حتى تكون هناك مصداقية. إذا استطاعت الرماد السفلي أن تمر من قائمتين، القائمة القصيرة ثم مرة القائمة النهائية، وبعدها إلى القراءة النهائية للجنة التحكيم التي كانت مكونة من أساتذة ونقاد كبار بالعالم العربي، وتوجت. التتويج أنا هو أسعدني من نقطة واحدة، وهو أن دائما الشرق ينظر إلى المغرب على أننا نحن أهل نقد، نهتم بالنقد ونقاد كبار على مستوى العالم العربي. يعني الدليل هو حصول جل النقاد المغاربة على الرتب الثلاثة الأوائل يعني في كل مسابقة تقريبا ما فيها. فأنت خالفت القاعدة تقريبا، يعني ربما على أن يعني بداية مخالفة القاعدة كانت مع الوزير السابق السي حميش اللي كان فاز جائزة ديالو أو السيرة الذاتية ديالو في إحدى الجوائز الكبرى، فبدأ هاد زميل. أما أن تحصل رواية يعني في الشرق على السبق هذا صعب جدا، لأن الخيال الشرقي رهيب. هادشي علاش استعملت أنا في التقديم ديالي إنجاز، لأنه فعلا إنجاز. ولكن صراحة غنكون صريحة معك، حس في النفس ديالي واحد المعلومة اللي سبقتي وقلتيها لي اللي ما نقدرش من مر عليها مرور الكرام. قلتي لي بأن الرواية ديالك ما غاديش تنشر، ما غتطبعش هنايا في المغرب، وغتكتفي بالطباعة ديالها في السعودية. ماشي انت اللي اختاريتي، وإنما لأن دار النشر اللي تكلفت بالطباعة ديالها هي في السعودية. فسؤال اللي كيطرح نفسه، شنو اللي كينقصنا هنا في المغرب باش ما يكونش دور النشر اللي تكلف بهاد الروايات وهاد الكتب اللي ديال أدباء مغاربة؟ والرماد السفلي كانت محاولة طبع هنا في المغرب، يعني عرضتها تقريبا على دار النشر بطنجة واعتذروا لي الأسباب غير مجهولة، يعني لم أعرف السبب. وهناك دار نشر بالدار البيضاء كذلك، نذكر الأسماء كذلك، يعني اعتذروا بطريقة لابقة، لا أعرف الأسباب. يعني هم دائما يقولون يعني رجاء هناك أسباب معينة تمنعنا من نشر إلى آخره، والأسباب غير معروفة، هل بسبب محتوى الرواية أم بسبب حجمها أم تكلفة الورق، لا أعرف. فلذلك يئست من فكرة النشر هنا في المغرب للصعوبات الكثيرة التي تعترض، إكراهات مجموعة إكراهات مجموعة كثيرة جدا، إكراهات تقنية، إكراهات تجارية، إكراهات مادية إلى آخره. وهذا سؤال يمكن أن يجيب عنه وزير يعني الثقافة، بحكم أنه المشرف على الثقافة الأول في المغرب. تماما، هذا سؤال يجب أن يوضع. وهذا المشكل هذا سي سعيد هو كيتطرح عند مجموعة من المثقفين المغاربة واللي مازال عندهم واحد يعني معرفة وواحد الحب لهذا وشغف بالمجال الثقافي، وكيحاولوا أنهم مازال يخدموا فيه رغم هذه الإكراهات كاملين، لدرجة أنه كي وصل بعضهم أنهم يتكلفوا هما بالمصاريف ديال الطباعة، واللي هي العائق الكبير اللي كيتطرح قدامهم كاملين. فهذا علاش غنمشيو من هنايا للمشهد الثقافي المغربي. تمام، بالنسبه لك شنو كيفاش تشوف المشهد الثقافي المغربي؟ انا كنطرح سؤال، فين هي الثقافه في المغرب اصلا؟
يعني لا وجود للثقافة يعني في أين هي المغرب؟ الثقافة المغرب؟ وش الثقافة في المغرب؟ لأن مفهوم المثقف شيء واسع وكبير جدا، يعني منذ تحول المغرب يعني والعالم بشكل عام، يعني بشكل يعني العالم تحول وتغير يعني مع الثورة التكنولوجية، مع نهاية القطب الوحيد، مع إلى آخره. هناك متغيرات كثيرة وقعت في العالم، هذا بطبيعة الحال يؤثر على المغرب بحكم أن المغرب متواجد في منطقة حساسة في العالم. إذن فالثقافة أصلا الثقافة هي تغيير، وهي تطوير للعقليات وللمشهد بشكل عام. الثقافة هي التي تؤثر في صناعة كل شيء، لكن أنا لا أظن أن هناك ثقافة في المغرب. هناك محطات ثقافية في المغرب، يعني عندما يأتي مثلا المعرض الدولي للكتاب نحتفل بالكتاب، لكن بين قوسين الاحتفال بغض النظر عن كيفية الاحتفال هذا شأن آخر. محطة العرض التلفزي في بعض البرامج التي لا تعطاها القيمة الحقيقية مقارنة مع برامج أخرى، الغناء والضحك وهذه. فعندما نأتي إلى برنامج ثقافي فإننا نعرضه في منتصف الليل تقريبا ليشاهده أحد، ويكون تفاعل قليل ضئيل جدا. فهذا الشيء اللي كتقول كيخلينا نستنتجوا أن المغرب فيه مثقفين ولكن ما فيش ثقافة. لا أظن، لا يوجد في المغرب، لا يوجد مثقفين. المغرب يوجد فيه أساتذة جامعيون مهتمون بالتأليف وترويج الكتاب الجامعي إلى حد ما. هذا ماشي صريح صريح، يعني صريح وصادم من عند واحد من المثقفين. إذا قلنا على أن لا، لأن هناك مسألة مهمة جدا. إذا قلنا الثقافة موجودة، أين هو المثقف؟ ما هي صورة المثقف في المجتمع؟ أين هو المثقف؟ يعني منذ تقريبا وفاة مجموعة من الرموز التي كانت مجرد ذكرها يعتبر قيمة كبيرة جدا وأسماء كثيرة، يعني يعني المثقف كان دائما مسنودا بالمشهد السياسي، يعني كانت السياسة تساند وتدعم المثقف، وكان المثقف مساهما في الحقل السياسي والفكري والمشكلة في المغرب فترة ما. لكن الآن أعطيني مثقف واحد موجود في المغرب. هناك رجل مؤلف، سواء كاتب روائي أو شاعر، يكتب ويؤلف ويصدر كتاب ويحتفي بأصدقائه وزملائه في قاعة ما وانتهى الأمر. لا، الثقافة شيء آخر وأعمق من ذلك. الثقافة هي التأثير وهي تغيير الأجيال. عندما يصبح المثقف رمزاً وقدوة وقادر على التغيير، يعني دابا انت كتقارن الثقافة في المغرب بالتغيير، يعني من نلقاو بان كاين واحد التغيير على المستوى الثقافي في المغرب، تما كنقولوا باننا راه عندنا مثقفين وعندنا ثقافة. اكيد، لان من يصنع التغيير الان؟ هذا هو سؤال. يعني صناعة التغيير هو منحصر في 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 القرار السياسي لا غير. يعني يجب ان يكون عندنا قرار ثقافي بالنسبة لك سي سعيد. نعم، فشنو الأعمال ديالك دابا؟ علاش شنو كتحضر دابا يا جديد؟ حقيقة يعني أنا أنتظر خروج أحد يعني كتاب نقدي. هذا الكتاب النقدي يهتم بالسينما والرواية، وأعتبر أن النقد الإعلامي أو النقد الصورة البصرية قليل في المغرب وفي العالم العربي. يعني دائما هناك اهتمام كبير بالسرد أو بالشعر أو بالمتون الشعبية إلى آخره، ولكن بالصورة البصرية والصورة السينمائية هناك قليل جدا من يهتم بها. لذلك أنا أنتظر الآن صدور هذا الكتاب. أنا مقلل في 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 الإصدارات. أنا لست من الذين يصابون بإسهال الكتابة، يعني مجرد أصدر كتاب لكي يتم الاعتراف بها. لا أريد أي اعتراف أي جهة، بل أريد أن أثبت ذاتي على أنني قادر على التأثير والتغيير، وهذا هو المهم. وكما قلت يعني مسيرتي منذ سنوات الآن ليس لي إلا 5 إلى 6 كتب، ولكن الجودة كاينة، فهذا هو المهم. بغينا في آخر ديال هذا اللقاء إن شاء الله تقول لنا شنو يعني تقييمك من ناحية التقييمية لسنة 2022، ما أننا
مقبلين على اننا ندخلوا سنه جديده اللي هي 2023 اللي ان شاء الله بغيناها تدخل على المغرب وعلى الامه العربيه كامله، يعني تكون سنه خير ان شاء الله. فكيفاش تقيم سنه 2022 من ناحيه ثقافيه؟ نعم، اولا لا انسى ان اهنئ النخبه الوطنيه بحكم بالانتصار الانجاز التاريخي الذي حققته، واللي كيرسخ واحد الروح اللي بدأنا نفتقدها منذ أظن منذ أحداث المسيرة الخضراء، وهي روح المواطنة. يعني فالنخبة عادت لنا الروح والأجمل والأروع أن العالم العربي والعالم الثالثي والعالم يعني الدول النامية تقريبا أو شبه النامية تعاطفت مع المغرب وشجعت المغرب، وهذا إنجاز يعني إنجاز تاريخي كبير. يعني أهنئه وأبارك له هذه الرتبة رابعة. وكذلك يعني أشد بحرارة على الاهتمام الملكي بالنخبة يعني بالرياضة عموما، ومن هنا أوجه رسالة على أن المثقف يجب أن ولكن يجب أن يغير عباءته القديمة، ضروري الخريطة في الحداثة وفي التكنولوجيا، وأن يستطيع أن يكون رؤية لترويج ثقافته الشخصية والعامة. يعني نفهم من هذا الشيء وأن هذا الشيء هو اللي كان ناقصنا في 2022 في السنوات اللي قبل. يعني السنوات تقريبا هي السنوات إلى حدود 2022 تتشابه، يعني يوجد تغيير كبير، يعني بالعكس ربما هناك اندحار لمفهوم الثقافة وشيوع النمط الاستهلاكي، يعني الكبسولة الخفيفة الشيء الخفيف ساندويتش، يعني ثقافة الساندويتش في الفيسبوك. فكنتمناو أن سنة 2023 تبدل هذه الصورة، وأننا في لقائنا الجاي إن شاء الله نشوفوا واحد الملامح ديال لاننا يعني كاين واحد الايجابيه، كاين واحد الملامح ديال هذا اللي يمنع على ان يعني في 2022 او السنوات الفارطه كانت، ولكن جهود فرديه، يعني دائما الكاتب والمبدع يقوم بجهود فرديه لا تقوم بها مؤسسات، يعني حتى على مستوى الاصدار، يعني يصدر كتابا ما مثلا، فترويج الكتاب الإشكالية في طبيعة ترويج الكتاب. أنا أوجه رسالة إلى التلفزيون المغربي أن يبتكر وسائل وآليات من أجل ترويج الكتاب المولد الأدبي الجديد، ليس على مستوى الإخبار فقط، على مستوى التحليل والمناقشة. ربما هناك برامج ولكن قليلة جدا مقارنة مع البرامج الأخرى. كنت من 2023 أتمنى أن تكون بالنسبة لي، يعني أتمنى أن تكون هناك جديد إن شاء الله. يعني سألتني سؤال ماذا تشتغل الآن تقريبا، يعني هناك رواية أشتغل بها يعني بتروي وبهدوء، وأنتظر يعني إن شاء الله أن تنتهي في السنة القادمة إن شاء الله. كان لقاء شيق ما سخيناش، ولكن للأسف غنضطروا أن نختموا الحلقة ديالنا اليوم. شكرا بزاف على حضور ديالك وعلى تلبيتك الدعوة. فمشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد مع موضوع جديد وضيف جديد. السلام عليكم.